كل ما يجري في هذا العالم إنما هو بقدر الله، من الحرب والسلم والصحة والمرض والغنى والفقر وغير ذلك من الأشياء، كل هذا بقدر الله. ذلك المؤمن من أصول إيمانه الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا آمن بالقدر عرف كيف يتعامل مع ما يحصل في هذا العالم. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان مسلم إلا بها هو الإيمان بالقدر خيره وشره. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأمور التي يرى الإنسان بأنها شر فيما يتعلق بالمسلمين، هي خير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يتعرض له المسلم من أمراض، من حروب، من فتن، من قتل، هي خير عند الله عز وجل. ولذلك الذي يقرأ القرآن وينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يكتشف هذا الأمر. الله جل وعلا قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يحصل أحيانا في هذا العالم من فتن، من قتل، من كذا، يجب على الإنسان أن يفسره بهذا التفسير الإيماني، أن هذا بقدر الله، وأن لله عز وجل الحكمة البالغة في هذا. لا يسأل ربنا عما يفعل، والناس هم الذين يسألهم الله عز وجل. ولأجل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم الصفوة من الخلق والنخبة من البشر، نخبة البشر وصفوة الخلق هم الأنبياء. هؤلاء تعرضوا، بعضهم تعرض للقتل، زكريا ويحيى قتلوا، منهم من تعرض للحرق إبراهيم، منهم من تعرض للاستهزاء والسخرية والضحك نوح. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما تعرض نبي لمثل ما تعرض له نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وأشرف الخلق، سيد ولد آدم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد ذلك، حكمة بالغة، حكمة بالغة. انظر في قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف، يعني ثلاث مواقف عجيبة جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله أخي موسى لو صبر، لأن ظهرت أمور عجيبة ومواقف غريبة. يعني مثلا في قصة قتل الغلام، خضر يأتي ويفصل رأس الغلام عن جسد في صورة يعني مفزعة، ما تحمل موسى ولن يتحمل أي شخص أن يرى مثل هذا المنظر. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، جئت شيئا نكرا. التفسير ما هو؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لاحظ كيف أن الله رحم الغلام مات قبل البلوغ ليكون من أهل الجنة، ورحم والدي الغلام، لأن لو بقي الغلام وكبر فتنهما وأخرجهما عن دين الإسلام. أحيانا يقتل شخص لتعيش أمة، تحيا أمة. شوف قصة الأخدود الغلام اللي قصة في الصحيح ومر معنا في رياض الصالحين، كيف الغلام قال للملك الظالم، قصة أصحاب الأخدود، قال: لن تستطيع على قتلي. بعدما أرسله قال: ارموه من أعلى جبل، غرقوه في الماء في قرقور وكذا. قال: لن تستطيع حتى تقول باسم ربي هذا الغلام. فرماه بالسهم فوقع السهم في صدغه فمات، فأسلم الناس، فانقلب السحر على الساحر، وعومل هذا الظالم بنقيض قصده، أراد أن يقضي على غلام لكن الله كتب حياة. فأحيانا أمور هي تظهر لنا بأنها مؤلمة وكذا، لكن في طياتها منح ولله الحكمة البالغة. فكم من إنسان طوال حياته في يعني له في تسويف، وفي ربما يكون موغل في المعاصي والذنوب، فيختار له الله الشهادة في آخر حياته. مثلا مثل يعني ما يذكر الأخ السائل،
ناس ظلموا مثلا، اختار الله لهم الشهادة، جاءهم قصف ولا شيء مثلا، مات الشهيد، الله عز وجل اختار له، هو في ظاهرها بالنسبة لنا ألم، لكن هذا يمكن يعني هو رأس ماله، لأنه سيدخل الجنة يعني ويكون في مرتبة الشهداء كمثال. يعني كثير من الأمراض والأشياء اللي يتعرض لها الناس هي في طياتها منح وآمال وخير. كم من الناس من كان بعيد عن الله لما مرض رجع إلى الله، كم من الناس من هو أسير ذنوب ومعاصي فيبتلي الله بمرض حتى ينقيه من هذه الذنوب والمعاصي والآثام. فالكلام في هذا طويل، لكن نصيحتي وصيتي لأخي السائل والإخواني بأن الأشياء والحوادث التي تقع حولنا يجب على الإنسان أن يفسرها تفسير إيماني. أول شيء هذه الدنيا ليست وطن يعني للإنسان دائم، نحن الوطن الحقيقي هي الجنة، والمهم للإنسان في هذه الحياة عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني يوم القيامة أنت ستسأل عن توحيدك، عن توحيدك وإيمانك وطاعتك لله واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود. الكلام حول هذا طويل، لكن لعل في هذا إن شاء الله كفاية.